وأنا معدي في الشارع شفت هذا القط المسكين، قلت شكله مصدوم ميت يعني، بس خلني أوقف وأتأكد. وفعلا لقيته بعده عايش ويقدر يتحرك وخايف. من صعوبة الموقف حتى المصور ما صور سيارتين لعده من فوق، وصور واحدة في سيارة عدته من جنب. مرات أقدر أمسك القط من أول مرة، لكن هذا القط ما أحب يكون الفيلم قصير. هرب من عندي ناحية البر، فقلت أبد وراك وراك إلى الربع الخالي والحافظ الله، يا نرجع سوا يا ما نرجع، حتى حقول الألغام بدخل وراه ما عندي مشكلة. حطيته في راسي، وبعد معاناة قدرت أمسكه. لكن حطوا في بالكم أني قدرت أمسكه لسبب واحد، أنه هو كان مصدوم بالأساس، فكان القط تعبان. لو كان هذا القط مو مصدوم لو 10 معي ما قدرنا نمسك بعد ما هرب. كان عنده إصرار عجيب أنه ما يخلي مهمتي سهلة، حتى هو في الشبك جالس يحارب. المهم مسكته أخذته إلى العيادة، طلع فكه مكسور، والمفاجأة جميع أظافره مقصوصة، معناته إله صاحب. فاللي يتعرف عليه كان على شارع الهدلة قريب الـH2، نادي الـH2. اللي يتعرف على هذا القط يتواصل معي، راح نسوي له العملية اليوم.